بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرحبا بكم أيها الإخوة الكرام إلى فقرة جديدة من فقرات تعلم اللغة الفرنسية مع كتاب ليغي كومبروندر كالعادة. طبعا كنا قد وصلنا إلى هذه الفقرات، أنا ديجا في دي مو افيك وا دوتر افيك او دوتر مو افيك اور اي اونفا أنا في دي مو افيك وي لي مو افيك وا. Par exemple, la poire, une étoile, lève-toi. D'autres mots avec O, par exemple, un joli bijou, tu joues avec moi. Les mots avec OUR, par exemple, le journal, toujours, et enfin on a vu des mots avec oui. Par exemple, je suis là, elle lui donne à boire. Pour l'instant, nous allons voir ce paragraphe avec plusieurs phrases, comme nous le voyons. Fadil Lahdis Sanara, Adil Fakra, Allati Tadamman Mejmouat Jumel. La première phrase, Al Jumel Oula, comme nous le voyons, c'est une phrase interrogative. إذا نتكلم عن جملة استفهامية، يعني مطروح فيها السؤال كما تلاحظوا. As-tu lu le journal؟ As-tu lu le journal؟ Le voici، le voici. As-tu lu؟ الأصل ديالها هنا هي tu as lu، tu as lu. إذا هنا تتضح لنا بأننا نتكلم على لو باسي كومبوزي، لأن هاد أ هاد الصرف ديال أفواغ في البريزون. نقول جي تويا تويا إل أ نو زافون فو زافي إلزون. إذن تويا لي أش غتكون هاد لي؟ هذا لو باسي كومبوزي ديال أش من فعل. طبعا هنا خدينا من هاد الفعل لو بارتيسيباسي الخاص به، أضفناه بعد هاد أفواغ. نقول تويا لي، هاد لي هذا لو بارتيسيباسي الخاص بفعل ليغ. كما قلنا في الأصل نقول تويا لي، أنت قرأت أو أنت قرأتي. إذن تويا لي، ثم نقول ماذا قرأت؟ تويا لي. طبعا في السؤال تنقلب هاد لوكسيليير مع لو سوجي، مع الفاعل. في الافعال البسيطه بحال لو بريزون، بحال لامبارفي، الافعال البسيطه اللي ما تيكونش فيها لوكسيليير لا افوار ولا اتر، مثلا نقول تي لي، انت تقرا، انت تقرا الان، هذا لو فيرب لي كونجوغي او بريزون. اذا نقول تي لي، il لي هو يقرا، ما كاينش عندنا هاد لوكسيليير. اذا هنا السؤال تطرح بطريقه اخرى، تيكون الفعل مع الفاعل. نقول مثلا لي تي، هل انت تقرا؟ هنا السؤال تيكون بقلب لوكسيليير مع لو سوجي. نقول تي لي، هل أنت قرأت؟ لأن المعنى هنا تيالي تيالي، يعني أنت قرأت. إذن هنا السؤال هو هل أنت قرأت، ثم نقول ماذا قرأت، ثم نضع علامة استفهام. ثم هنا أيضا لي تي، هل أنت تقرأ؟ ثم نقول ماذا تقرأ، ثم نضع نقطة الاستفهام. إذن عندنا هنا أتي لي، هل أنت قرأت؟ قرأت ماذا؟ لو جورنال، فوالا سي لو جورنال. أتي لي لو جورنال، هل أنت قرأت الصحيفة؟ هل أنت قرأت الصحيفة؟ لو فوسي، ها هي. إذن لما كنتيش قريتيها ها هي. لا دوزيام فخاز، الجملة الثانية، جو دون دي بواغ أ جانين
je te vois. Je donne des poires. On a déjà vu le mot poire, comme nous le voyons ici. Voilà, c'est une poire. Ici, je donne des poires. Je donne plusieurs poires. Je ne donne pas seulement une poire. أنا لا أعطي فقط إجازة واحدة. مي جي دون دي بواغ. ولكن أعطي مجموعة إجازات. أنا أعطي إجازات. كما تلاحظوا هنا. ما عندناش هنا جي دوني. مثلا نقول مثلا جي دوني. أنا أعطيت فيما سبق. جي دوني مثلا دي بواغ. لكن هنا عندنا جو دون انا اعطي الان جو دون دي بواغ اجانين انا اعطي اجازات لجانين جو تو فوا انا اراك جو تو فوا ممكن ان تعني انا اراك الان شخص يسالك مثلا اسكي تو مو فوا هل انت تراني وي جو تو فوا نعم انا اراك وممكن ان تعني اراك لاحقا جو تو فوا Je te vois maintenant prochainement. Ana arak lahiqan. Après, nous prenons la troisième phrase. Mina a une jolie jupe. A une jolie jupe. René lit le journal. René lit le journal. Mina a une jolie jupe. C'est-à-dire que Mina Mais une jolie jupe. Idem mina. Inda, une jolie jupe. Tamora jamila. René lit le journal. René yakra as-sahifa. Regarde ici, on a le verbe lire, conjugué. Au présent, il lit. Idem. René lit. René lit. René yakra l'an. Le journal. Par contre, ici, on a le passé composé. Puisque nous voyons ici l'auxiliaire avoir avec le participe passé du verbe lire. Hna adna, le passé composé. Tu as lu. Hna adna, René lit. Mais qu'est-ce l'auxiliaire là? Il est en train de parler de la base. Il y a un verbe qui Mina a une jolie jupe. René lit le journal. Nous reprenons ces phrases. Nous lisons des jumel. As-tu lu le journal? Le voici. Je donne des poires à Janine. Je te vois. Mina a une jolie jupe. René lit le journal. La quatrième phrase. Je me lève et j'ouvre la porte à papa. Je me lève. On a déjà vu ce verbe. C'est le verbe se lever. C'est le verbe se lever. من قبل رأينا هذا الفعل. C'est le verbe. إنه فعل. Se lever. Se lever. C'est le verbe se lever. يعني أنهض نفسه كما نقول. هاد سو تتصرف حتى هي. ملي تنجيو مع جو تنقولو جو مو. هذه سو تتولي مو. Je me lève. ثم تي مع تي اش غتولي الناس تتولي تي تو ليف تي تو ليف انت تنهض نفسك انت تنهض نفسك انت تتنوض راسك مقصود انك تتنوض من المكان ديالك او انك تستيقظ ثم ايل مع ايل او مع ال او مع اون شاتولي لينا هاد هاد سو تترجع سو تترجع الاصل ديالها إيل سو لاف اذا نقول هو ينهض هو ينهض نفسه كما نقول ثم نو مع نو شاتولي لينا هاد سو تتولي نو 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 لو فون ما تتبقاش عندنا هاد لاف هادي هاد النطق تيجي مع هاد جو تيجي مع تو تيجي مع إيل ولكن مع نو هاد سو تتصرف النو
لكن الفعل تتغير، تولي عندنا لو فون، ما تبقاش عندنا لي فون، لي فون تجي ثقيله، اذا تولي عندنا نونو لو فون. ثم مع فو شتولي لينا هاد سو، تتولي فو، فو فو لو في فو لوفي، لا نقول فو ليفي. ثم إيل افاك اس او ال افاك اس، طبعا هاد سو تعود الى اصلها كما مع إيل او ال او ان. اذا نقول إيل سوليف، ولكن ماشي ليف بحال هادي، ليف بحكذا، ولكن تنزيدو او ان تي، فبدل نزيدو او نضيف او ان تي. إيل سوليف لان تنتكلمو على الجمع، مي تنتكلمو على إيل افيك اس او ال افيك اس فالبخيزون ديما تنزيدو هاد او ان تي، تتنطق بحال الى هي مصرفه مع إيل او ال او ان. ملي تنتكلمو على مجموعه اشخاص ثم نعيد الكلام عنهم بهاد إيل مثلا، او في الكتابه، في الكتابه طبعا تنعرفوها بهاد إيل افيك اس ثم الفعل تتنضاف له هاد او ان تي. اذا كما قلنا هنا جو مي ليف، انا انهض، اي جوفر سي لو فيرب اوفرير، سي لو فيرب اوفرير كونجوغي او ميم طون ستادير لو بريزون يعني الحاضر. جو مي ليف اي جوفر، جوفر كوا، جوفر لا بورت، جوفر لا بورت وافتح الباب. جوفر لا بورت اكي، أنا أفتح الباب لمن؟ أ بابا. جو مو ليف إي جوفر لا بورت أ بابا، أنا أنهض وأنا أفتح الباب أ بابا للأب. جو مو ليف بور أوفغيغ لا بورت أ بابا، أنا أنهض من أجل فتح الباب لأبي. لكن هنا أنا أنهض وأفتح، لأن قلنا جو مو ليف pour ouvrir la porte à papa، انا انهض من اجل فتح الباب لابي. المفهوم من هنا انا فقط انهض الان من اجل فتح الباب للاب، كما لو انني لم افتح الباب بعد. لكن هنا عندنا je me lève، je me lève et j'ouvre la porte à papa، انا انهض وافتح الباب يعني بالفعل، بالفعل à papa. après on a la cinquième phrase، c'est une phrase interrogative. إذا نتكلم عن جملة استفهامية. Où es-tu Rony؟ Où es-tu Rony؟ أين أنت يا روني؟ طبعا هاد أو، هاد أو ديال المكان كما تنشوفو فوق منا واحد لاكسون، على عكس أو اللي بدون هاد أكسون اللي تتعني أو، أداة ديال الخيار. Où es-tu Rony؟ Où es-tu Mina؟ أين أنت يا مينا؟ إذا نقول هنا توي، هذا اتر توي، نقول مثلا توي لا، أنت هنا. إذا في السؤال تنقلبوا هاد اتر مع تي، هنا كما تنشوفوا اتر بوحده، إذا نقول توي لا، أنت هنا. إذا هاد اتر تيكون فعل ماشي مساعد، لأنه هو المستهدف بنفسه. إذا نقول أوي تي روني، أين أنت؟ المقصود به أين أنت تكون يا غني، أين أنت تكون يا غني. طبعا تنتكلمو على إتخ اللي هو فعل كينونة عنده علاقة بكانا، مادام أننا مصرفينو في البخيزونة إذا كأننا نصرف كانا في البخيزون. توي يعني أنت تكون، أوي تي أين أنت تكون، غني جو سوي لا، إذا هو يجيب جو سوي لا. طبعا يستعمل مرة أخرى لو فيرب إتر، كما تنعرفوا بأن لو فيرب إتر نقول في البخيزون جو سوي، توي، إيلي، نوسون، فوزات، إيلسون. إذا هو يجيب بنفس الفعل جو سوي لا، أنا هنا. جو مو لاف، جو مو لاف، هنا ما عندناش جو مو ليف، طبعا لأن الفعلين يتشابهان لذلك نشير إليهما في كل فرصة. إذا طبعا هنا عندنا لو فيرب سو لوفي يعني فعل نهضة، هنا عندنا لو فيرب سو لافي
عندنا لو فيرب سو لافي، الفرق هو هاد أ مع أ. جو مو لاف، جو مو لاف، أنا أغسل نفسي. جو سوي لا، أنا هنا. جو مو لاف، أنا أغسل نفسي. أو تيغوني، جو سوي لا، جو مو لاف. ثم ريمي إلا، إذا نقول جو سوي تي إيلي إيلي، وبيا ريمي إي. إيلي ريمي إي. ريمي إلا، إذا ريمي هو هنا. بخيت لوي تي دومينو. بخيت بخيت سي لو فيرب بخيتي، سي لو فيرب بخيتي، سي لو كونترير دو فيرب امبرنتي. Prêter, c'est donner quelque chose à quelqu'un momentanément. C'est le verbe prêter. Prêter, yani anna ka tusallif. Emprunter, yani nta tetsallif. Anta alladhi ta'khud min al-akhar. Idan, prête lui. Anna taban, adna le verbe prêter, conjugué à l'impératif. Yani, msarraf fi al-amr. Prête lui. Sallif ho. Te domino. Lu'abaka. الخاصة بالدومينو. أو إيتي غوني، جو سوي لا، جو مو لاف. غيمي إلا، بخيت لوي تي دومينو. غيمي إلا، بخيت لوي تي دومينو. غيمي إلا، غيمي هو هنا. بخيت لوي تي دومينو. سليف هو لعبك. لا سيزيام فخاز، لا مير دومينا سوليف توجور تو. هنا عندنا لو فيرب سولوفي مرة أخرى. لاحظ هنا جو مو ليف، نستعملنا لو فيرب سو لوفي نفس الفعل، لكن هنا المقصود بها انا انهض. اي جوفر لا بورت ا بابا، انا انهض وانا افتح الباب للاب. هنا عندنا لا مير دومينا سو ليف توجور تو، يعني ان ام امينه تنهض دائما باكرا. ما معنى تنهض؟ هل تنهض من مكانها؟ هنا المقصود بأن تستيقظ، أن تستيقظ توجور دائما تو باكرا، يعني أن تتنوض بكري، ديما تتنوض بكري. أمينا ديما ديما تتنوض بكري، يعني أن تنهض من النوم. لا مير دو مينا سوليف توجور تو. لا سيتيام فخاز، الجملة السابعة. Tu vas à l'école tous les jours. أنت تذهب للمدرسة tous les jours، كل أيام. كما تلاحظوا بأن هذه الكلمات كأنها مدموجة في هذه الكلمة. هنا عندنا tous les jours، كل الأيام، طبعا لو جور المقصود به اليوم، لي جور لي جور الأيام، طبعا نضيف اس للجمع. ثم عندنا toujours، هذا المقصود به دائما. tu vas à l'école tous les jours، انت تذهب للمدرسه كل الايام. طبعا ممكن نطرح السؤال بطريقه اخرى. tu vas، عندنا الفيرب aller au présent. اذا ممكن نطرح السؤال بطريقه اخرى بقلب الفعل مع الفاعل. نقول vas-tu à l'école tous les jours، vas-tu à l'école tous les jours، يبقى نفس المعنى. هل أنت تذهب إلى المدرسة كل الأيام؟ إذا نقول نقول va tu à l'école tous les jours، هل أنت تذهب إلى المدرسة كل الأيام؟ ثم عندنا tous les jours à vélo avec Rémi، tous les jours، كل الأيام أفيلو، على الدراجة، أفيك غيمي، أفيك غيمي، مع غيمي. شنو المقصود بهذا الكلام هنا؟ تولي جور أفيلو أفيك غيمي. شنو المقصود بهذا الكلام؟ هنا المقصود اختصارا، طبعا السؤال مطروح، تيفا أليكول تولي جور؟ طبعا الجواب، تولي جور أفيلو أفيك غيمي. شنو المقصود بهذا الكلام المختصر؟ هنا المقصود به، وي، Je vais à l'école tous les jours à vélo avec Rémi. نعم، أنا أذهب إلى المدرسة tous les jours، كل الأيام، à vélo، على الدراجة،
افيك ريمي مع ريمي. اذا طبعا هو اختصر هذا الكلام، بدل انه يقول وي جو في ا ليكول، نعم انا اذهب الى المدرسه، ثم يكمل هو قال تو لي جور، يعني انه قال فقط الكلام المهم. هو قال الكلام المهم، الشخص اللي سال طبعا خاصو يكمل من عنده. مادام انه سال تو فا ا ليكول تو لي جور، اذا اكيد عندما تقول له تو لي جور، اذا المقصود بها نعم كل الايام افيلو على الدراجه افيك ريمي. ثم يكمل المتكلم فيقول ا ليكول في المدرسه جو سوي اسي اكوتي دو لوي، انا اجلس. طبعا عندنا هنا لو فيرب اسوار، عندنا لو فيرب اسوار جو سوي اسي، انا اجلس اكوتي دو لوي. اكوتي دو لوي، اكوتي يعني بالقرب، دو لوي منه، منه اجلس بالقرب من ريمي، يعني اننا تنجلس حداه، تنجلس حداه. تي فا ا ليكول تو لي جور، تو لي جور افيلو افيك ريمي، كما قلنا المقصود هنا وي جو في ا ليكول تو لي جور افيلو افيك ريمي. ا ليكول في المدرسه جو سوي اسي اكوتي دو لوي، انا اجلس اكوتي دو لوي بالقرب منه. لويتيام فراز، الجمله الثامنه، مينا اي ديجا لوفي، مينا اي ديجا لوفي، يعني ان مينا من قبل لوفي. هنا الاصل مينا اي لوفي، عندنا لو فيرب لوفي، عندنا فعل انهض ولكن مستعمل مع اتر. هنا ما تنتكلموش على لو فيرب سو لوفي، عندنا لو فيرب لوفي، ولكن هنا تنتكلموا على مينا، ماشي مينا ا لوفي. نستعمل هنا افواغ، يعني مينا انها رفعت شيئا، بل استعملنا اتر. اذا ممكن نستعمل ايضا لو فيرب لوفي بدل لو فيرب سو لوفي، ولكن نصرفوه مع اتر. مينا ا لوفي، كما نقول مينا رفعت، بمعنى اخر انها نضت، انها استيقظت. مينا، مينا اي ديجا لوفي، يعني ان مينا من قبل نهضت. روني نو دور بلي، يعني ان روني لم ينم بعد. ما عندناش هنا روني نو دور با، يعني ان روني لا ينام، يعني انه لا ينام دائما. هنا عندنا، هنا عندنا روني نو دور بلي، يعني بعد وقت معين ان روني لم ينام. اذا روني نو دور بلي، يعني ان روني بعده لم ينام، هذا هو المقصود بهذا بلي. اذا كما قلنا مينا اي ديجا لوفي، روني نو دور بلي. ليف توا، ليف توا انهض. عندنا لو فيرب سو لوفي، لو فيرب سو لوفي يعني فعل استيقظ. ليف توا روني، انهض يا روني. دي لا مير، دي لا مير، تقول الام اي لاف توا، ثم اغسل نفسك. هنا طبعا تعمدوا يجيبوا هاد الفعلين باش نفرقوا بيناتهم مرة أخرى. لاف توا اي لاف توا، انهض واغسل نفسك. طبعا عندنا هنا لو فيرب سو لافي، هنا عندنا لو فيرب سو لوفي كما قلنا. لاف توا غوني دي لا مير، انهض أنت يا غوني، تقول الأم اي لاف توا، ثم اغسل نفسك. مينا دي أغوني، مينا تقول لغوني، مينا دي أغوني تي جو افيك موا، تي جو افيك موا، أنت تلعب معي. تي جو افيك موا، ثم جو نو جو با ا لا بوبي. إذا مينا قالت لغوني هذا الكلام، إذا غوني يجيب جو نو جو با ا لا بوبي، دي غوني أنا لا ألعب بالدمية، يقول غوني أنا ما تلعبش بالمونيكات، يقول غوني. جو نو جو با ا لا بوبي، دي غوني. جو جو ا لا بال افيك ريمي، أنا ألعب بالكرة مع ريمي. جو جو ا لا بال افيك ريمي، أنا ألعب بالكرة مع ريمي. نغبخونو سي فخاز، نعيد هاد الجمل. أتي لو لو جورنال، أتي لو لو جورنال.
Le voici. J'ordonne des poires à Jeannine, je te vois. Mina a une jolie jupe. René lit le journal. Je me lève et j'ouvre la porte à papa. Où es-tu, René? Je suis là, je me lave. Rémi est là, prête lui tes dominos. La mère de Mina se lève toujours tôt. La mère de Mina se lève toujours tôt. Tu vas à l'école tous les jours? Tu vas à l'école tous les jours? Tous les jours, à vélo, avec Rémi. À l'école, je suis assis à côté de lui. Mina est déjà levée. René ne dort plus. Lève-toi, René, dit la mère. Et lave-toi. Mina dit René, tu joues avec moi? Je ne joue pas à la poupée, dit René. Je joue à la balle avec Rémi. Tu m'as donné les étiquettes. René joue à la balle avec Mina. Bébé joue avec la poupée de Mina. René joue à la balle avec Mina. Bébé joue à la poupée de Mina. Donne-moi le livre de René. Miro a mis la balle sur la table. Donne-moi le livre de René. Miro a mis la balle sur la table. René joue à la balle avec Mina. Idan Roni yelab bel koura ma Mina. Bébé joue avec la poupée de Mina. Arradi yelab. Taban adnana le verbe jouer. On a le verbe jouer. Msarraf fil présent. Idan adna fi'l la'iba msarraf fil hadir. Bébé joue avec la poupée de Mina. Idan bébé yelab ma'a dumiyat Mina. Tumma, donne-moi le livre de René. اعطيني كتاب روني. دون موا لو ليفر دو روني. اعطيني كتاب روني. ميرو امي. اذا ميرو ان وضع لا بال سو لا طابل. وضع الكره اسفل الطاوله. عندنا هنا لو فيرب ميتر. كونجوغي او باسي كومبوزي. عندنا فعل وضع مصرف في الماضي. الماضي المركب. طبعا كيما تنشوف هنا عندنا لوكسيليغ افوار ثم لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل ميتر نقول مي لو بارتيسيب باسي الخاص بفعل ميتر هو مي جي مي انا وضعت تو يا مي إل أمي نوزافو مي وزافي مي إلزو مي تتبقى هاد مي تتعود طبعا في الباسي كومبوزي من بعد لوكسيليغ نقول جي تو يا إل أ نوزافو وزافي إلزو ثم نضع لو بارتيسيب باسي الخاص بالفعل طبعا هنا عندنا لو فيغ ميتر لو بارتيسيب باسي الخاص به هو مي اذا سنقول مي 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 الى اخر الصرف جي مي تي مي الى مي الى غير ذلك كما قلنا اذا نكتفي بهذا القدر حياكم الله والى لقاء قادم باذن الله.